السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بلايك عشان يوصل ليكم كل جديد. والآن نوفيكم بأسعار الشنيور في مصر 2020. سعر شنيور صينية 1050 واط 7.25 بوصة الموديل ميكيتا 5806 بي هو 3.900 جنيه مصري. سعر شنيور اركت 450 واط الموديل ميكيتا 432 هو 2.400 جنيه مصري. سعر شنيور مفك كهربائي لاسلكي من 80 قطعة والموديل ماكيتا 6723 دي دبليو هو 1.750 جنيه مصري. سعر شنيور ومفك حل وربط كهرباء 570 الموديل ماكيتا اف اس 6300 هو 3.450 جنيه مصري. سعر شنيور ماكيتا 13 مليمتر 710 واط الموديل ماكيتا اتش بي 1630 كي هو 2.250 جنيه مصري. سعر راوتر ماكيتا 6.35 مليمتر الموديل ام تي 37 ماكيتا هو 1000 جنيه مصري. سعر راوتر 6.8 و12 مليمتر 1650 واط الموديل ام تي 362 ماكيتا هو 2.950 جنيه مصري. اسعار شنيور هيلتي في مصر 2020. سعر شنيور هيلتي انكو 1050 واط ار اتش 10508 هو 811 جنيه مصري. سعر شنيور هيلتي 1500 واط 36 مليمتر اي بي تي هو 1.229 جنيه مصري. سعر شنيور كراون في مصر 2020. سعر شنيور دقاق من كراون 810 سي تي 2362 اي وات هو 984 جنيه مصري. سعر شنيور اي بي تي كراون يعمل على سلك كهربائي سي تي 2344 اي هو 389 جنيه مصري. سعر شنيور كراون 280 واط 10 ملي الكتروني فك وربط هو 438 جنيه مصري. سعر شنيور دقاق من كراون سي تي 2344 اي 600 واط هو 470 جنيه مصري. اسعار شنيور شحن انكو في مصر 2020. سعر شنيور بطارية 18 فولت انكو هو 1.249 جنيه مصري. سعر 10 مليمتر بطارية 12 فولت ليسوم 2 بطارية 999 جنيه مصري. سعر شنيور فك وربط بطارية 18 فولت بطارية ليون زائد بطارية هو 1.500 جنيه مصري. وبهذا قد أوفيناكم بأسعار الشنيور في مصر 2020. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعملوا بلايك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.